أنا حياتي هالأيام عبارة عن تلخيص، بس تلخيص مواد، تلخيص إنجليزي، تلخيص تربية إسلامية. اللي بدكم إياه حبايبي؟ أحب أهدي الإنستغرام أغنية يا مية هالة رجعت لصدر الروح. إياكم كمان تكتبوا لي بالدايركت إيش عملتوا بالأربع ساعات، أربعة كانوا أو ستة مش عارف، المهم شو عملتوا بهاي الساعات اللي كانت فيها مواقع التواصل الاجتماعي معطلة. أنا عن نفسي كنت أرسم، تمام، وكنت حاسة حالي مرتاحة، هيك مرتاحة، يعني مرتاحة من الناس، مرتاحة من الستوريات، مش إني مرتاحة أصور لكم ستوريات، لا، مرتاحة من إيش في، مرتاحة من ستوريات الناس يعني. بما انه الانستغرام رجع، حابة اقدم لكم هدايا بمناسبة رجوع الانستغرام من صفحة عاصمة التسويق. هدايا كتير 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 حلوة وبتجنن وفخمة، صورتها كتير سهلة انكم تعملوا فولو لصفحة عاصمة التسويق وتعملوا فولو للفولوينج ليست تبعت صفحة عاصمة التسويق، يعني تتابعوا الناس اللي عاملة لهم فولو صفحة عاصمة التسويق، وهيك بتكونوا دخلتوا معهم للسحب. ممكن تكسبوا في دقيقة واحدة يا جماعة، في دقيقة، وجوائز كتير كتير حلوة. أغلبكم صوت إنه حابين يعرفوا إيش هي الجوائز. الجوائز هي جوالات، هدايا كاش، أجهزة كهربائية، شاشات تلفزيون، وكتير شغلات تانية. شاركوا بالمسابقة عشان تربحوا شغلة من هاي الشغلات.